مرحبا بكم في قناة معاني الأسماء. اليوم سوف نتعرف معا على أحد الأسماء الدينية القيمة والرفيعة، ولما لا وهو من الأسماء المضافة بأعظم اسم من أسماء الله الحسنى. ابقوا معنا لتتعرفوا على معنى وصفات هذا الاسم. معنى اسم عبد الله. عبد الله اسم علم مذكر من أصل عربي بالإضافة، العبد وهو المخلوق الخاضع لله عز وجل، المطيع لأوامره والملتزم بشرائعه والمؤد لفرائضه. والله هو الاسم المفرد العلم لذاته القدسية الجامع لجميع الصفات الإلهية، وهو الاسم الأعظم الذي تفرد به الحق سبحانه وخص به نفسه وجعله أول أسمائه. قال تعالى: صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. سورة البقرة آية 138. صفات حامل هذا الاسم: إنسان متسامح إلى أبعد الحدود ويتمتع بطيبة قلب، مشفق على من يحتاجه ويحب التطوع لمساعدة الغير، لديه عقل إبداعي وتفكير خلاق ويتخذ قراراته بجرأة فائقة، يعشق الهدوء والأماكن المرتفعة ولا يحب الزحام، وفي مهما طال الزمن فهو يحفظ الجميل ويرد الإحسان بالإحسان، يحب بسهولة لكنه يبتعد ويبغض بسهولة. هل تجد أن هذه الصفات تتوافق مع من يحمل اسم عبد الله؟ ما هو الاسم الذي ترغب أن نكتب عنه في المرة القادمة؟ شاركنا بتعليقك. لا تنسى الاشتراك معنا في القناة ليصلك كل جديد، وشكرا على المتابعة.